دار الزور نتقدم باسم التعازي والتقدير لشهادة رمز المقاومة والصمود المناضلة الشهيدة هفرين خلف، وهي أول شهدائنا الذين أوقدوا شهادة الثورة ورسموا درب الحرية والنضال لنا في تل أبيض وكوباني، فهي ضحت بأقلى وأثمن ما تملك بسبيل الحفاظ على الأرض والعرض. فجميع شهدائنا نكون لهم الاحترام، فكيف إذ كانت امرأة فهي اليوم نالت حقها في الدفاع عن أرضها ووطنها، لتكون شهيدتنا هفرين خرف من أوائل من نالت وسام الشهادة، لترسخ ذكراها في عقولنا وقلوبنا، فقد كانت مثالا للمقاومة والعزة، لتكتب سيرتها من الآن بحروف من ذهب ويسطرها تاريخنا بدمها الطاهر، لتظل هدية للأجيال القادمة تستسقى منها الدروس والعبر، لكي تثبت لها ولكل شهيد بأن دماءهم ليست رخيصة ولم تذهب سدى، فنحن جاهزون لتقديم أرواحنا لبقاء بلدنا حرة أبية بعيدا عن تدنيس الطاغي أردوغان لأراضينا، فلذلك سنقاوم لوحدنا بدون أن يساعدنا أحد، حتى في ظل صمت دولي رهيب على المجازر التي يرتكبها أردوغان ومرتزقته بحق أهالي تل أبيض وكوباني ورأس العين. ونقول لأردوغان وأتباعه، نحن كنساء لسنا شرف وناموس وكرامة أي رجل، بل نحن اليوم شرفنا وعزتنا وكرامتنا هي وطننا، والاعتداء على قدسية وطننا هي الاعتداء على شرفنا وناموسنا وكرامتنا. وقسما نعاهدك يا هفرين، سنأخذ بثارك وسنحرر أراضينا، فلتحلق روحك بالسماء وترقد بسلام. نحن كلنا هفرين. نحن كلنا هفرين. نحن كلنا هفرين.